ما أجمله قلب يحمل هم أخي، في العسر له يسر، في الحزن يواسي. كن عونا للناس دوما، تنادينا خواطرنا. جزء رصاص وهنا وانا بشتغل، ممكن ان انا يكون في عندي حتى بنفت على المستوى ده، بس مين الايه؟ مين الاودينس؟ مين الكاستمر لهذا الامر؟ تمام كده؟ ليه؟ لان كان في هنا، كان في ممكن يكون في بنفت، هنا ده اسمها ده التشينج بتاع البيزنس، تمام كده؟ وهنا حققنا هنا دي ده المستوى ده انترميديت بنفت، ثم ادى الى بنفت، ثم حققنا ايه؟ حققنا اوبجيكتيف، تمام؟ فهنا برضو في نفس الشيء انتر ديبندنسز ما بين البنفتس بعضها وبعض. احنا كل اللي فات كنا وصلنا للانترميديت بنفتس، لسه ما جمعناش صح؟ السلايدز اللي فاتت اللي هي كانت بتاعت السيرفيس. ايوه دي كلها لسه انترميديت بنفتس. دي انترميديت بنفتس. فانا قدرت ان انا اولي العلاقات ما بين البنفتس بعضها وبعض عشان حاجه تبقى تخطيط. وانا واضح ان في الاخر بنفتس كبيره يعني بتجمع. دي غالبا هتروح للبروجكت. يعني انا هضرب مثالين متناقضين. المثال الاول اصبح وانت مثلا بتشتغل في الاجايل، فاصبح الاسلوب الاداري هو اللي غالب ان انت تمشي بميثودولوجي، تمام كده؟ فاصبح ده الاسلوب الاداري هو اللي غالب، تمام كده؟ واصبح ان الطريقه المعتاده انك تضع منهجيه كامله وبناء عليها تحطها بسكيجول و و و اصبح انه على الاقل في عالم الاجايل قال لك ان ده يعني ويست، تمام؟ فده الجانب اللي هو ليه الميثودولوجي ليست الشيء ذات الاهميه يعني، تمام؟ لكن في المقابل هاويفر تجد مثلا ان مايكروسوفت بروجكت كسوفت وير تول، وتيجي مثلا على عايز تختار سوفت وير تول مناسب، هتروح ازاي بتختار السوفت وير تول المناسب؟ بتروح لجارتنر وتشوف جارتنر هم مختارين ايه؟ ده المفروض اللي كان نعمل نشوف الماجيك التقييم بتاعهم تبع جارتنر. فين بنجد مايكروسوفت؟ لا نجد مايكروسوفت في المربع اللي فوق اللي هو فيه اعظم شركات السوفت وير اللي هي بروجكت مانجمنت سوفت وير تول، في حين ان مثلا تجد ان معظم الوزارات ومعظم الهيئات بيستخدموا مايكروسوفت بروجكت، تمام كده؟ ده بالتاكيد ان هذا اختيار خاطئ. لا بالتاكيد. وليه بقول كده ببساطه شديده؟ لانهم اخذوا التول الاول واعتبروا ان التول هي العظيمه وان احنا لابد ان احنا الممارسه تمشي حسب التول، تمام كده؟ طيب وجارتنر بيقول شركات اخرى خالص زي كلاد فيو على سبيل المثال، زي كلاريتي على سبيل المثال. طب ليه كلاد فيو وكلاريتي؟ عشان كلاد فيو وكلاريتي مهتمه بالبروسيسز، مش مهتمه بالجانت شارت والاستيجن، تمام كده؟ هذا هو الفارق اللي خلى دول متميزين، عشان مهتمين بايه؟ بالبروسيس اللي هو ايه؟ الجانت بيتفق مع كلمه ميثودولوجي، تمام؟ فده ايه؟ يعني تمام كده؟ اوكي. السيرتيفيكيشنز. السيرتيفيكيشن هنتكلم على ثلاث شهادات. شهادة مانجينج بنفيتس كويس؟ وهوري حضراتكم دلوقتي دي من اي بي ام جي، تمام كده؟ و ان اس بي بي 3 او ولا من ايه؟ من اكسس. وطبعا ثلاثة بريطانيين يعني. ده الكتاب بتاع مانجينج بنفيتس، واحد اسمه ستيف جينر، تمام؟ وانا شفت ان الكتاب ده
جيد جدا او جيد للغايه يعني. تمام، من وجهه نظري ليه الكتاب ده جيد للغايه؟ لان الكتاب ده لو انت محاسب ممكن تقرا الكتاب فتجد مفيد كويس، لو انت بتاع بروجكت مانجمنت ستجد مفيد ايضا وهكذا. فهو ليس بيستهدف يعني فئه معينه من الناس. دي نقطه. النقطه الثانيه، تساؤلاتك فيما يخص البنفيت والفاليو والمنطقه اللي هي فيها لخبطه تذكرها في معظم المدارس ومعظم الكتب، فهي واضحه في هذا الكتاب، واضح ومعرف ايه يعني ايه كلمه قيمه ووفاه. تمام كده؟ فده ايه؟ ده المانجنج بنفيتس، في عندهم فاونديشن وبراكتيشنر، في عندهم مستويين. الاكزام ممكن يتاخد اونلاين، اونلاين ده في البيت يعني انت في البيت وهو يمكن حضرتك عندك مش شرط مش شرط يكون تيست سنتر مش شرط هو في البيت مثلا لازم تلف في الكاميرا كده بس كده ويتاكد ان انت يعني مع الشاشه بس مش مع حاجه مش مع البلاشين يعني. سيلف ستادي ممكن تبقى انت بس بتذاكر الكتاب ده. انا مش فاكر الكتاب ده قد ايه، اعتقد ان هو يعني 150 200 حاجه زي كده. تمام، مش متذاكر، لكن هو مش كتاب مش كتاب ضخم يعني. لا مش كتاب ضخم، مش فان بوك يعني 900 صفحه. لا لا ما كتبش كده. تمام، وده الكلام. طيب بعد كده ال ام اس بي، انا ذكرت عن ام اس بي في عندهم ثلاث مستويات، فاونديشن براكتيشنر وادفانسد براكتيشنر. ده على فكره الفاونديشن ده كلوز بوك. تمام، وانا براكتيشنر ادفانسد براكتيشنر ده اوبن بوك. طبعا اوبن بوك يحق ليك ان انت معاك الكتاب ساعتين ونص على الاقل في البراكتيشنر، تقريبا ساعتين ونص. تمام كده، فانت معاك الكتاب ويحق ليك ان انت تكون كاتب في الكتاب يعني حاطط نوتس في الكتاب وحاطط ستيكرز في الكتاب يعني مروق الكتاب. طبعا مروق الكتاب بقى ايه يعني داير الدائر كده، حاطط ستيكرز كده كده عشان ايه تقدر تجيب الايه المعلومه يعني. تمام، هنا لازم تكون هتختبر من خلال بيبول سيت، هم الوحيدين. وبيبول سيت ليهم بقى اكتر من طريقه، ليهم اونلاين وليهم بيومتريك وليهم بيبر اند بنسل. كان يعني برضه بيبر بنسل كمان في عندهم كل الايه؟ كل الكتاب ايه؟ الكتاب ده هو اسمه ام اس اي مانجنج سكسسفول بروجرامز، هو ده الكتاب برضه. ممكن يبقى سيلف ستادي، بتلقاه ده كبير شويه، ده يمكن 300 ولا حاجه تقريبا، فده كبير شويه الكتاب ولازم خطر يعني. يعني هما الكتاب ده حتى الكتاب التاني بتاع تي في او، الكتابين دول يعني حاجه دسمه يعني جدا. تمام، فبقى نفس الشيء، بس هما هنا التي في او ليهم مستويين يعني برضه جديد. ازاي طبعا ان انا اقول لحضراتكم ان انا قرات الفاونديشن اول مره وصلت بكل فخر يعني. تمام كده، من اسباب ان انا صرت اقول الحاجتين الحقيقه، الحاجه الاولانيه ان انا ما حليتش اسئله كافيه. الحاجه الثانيه ان انا ما كنتش واخد بالي ان انا لازم اكون ملم بالبروجرام مانجمنت قبل ما اقرا بي سي، ملم يعني تكون فاهم، لان هو بيدور في فلك الايه؟ فلك البروجرام مانجمنت، وهو بيشرح بي سي وهو بيتخيل ان انت عارف يعني. انت عارف البروجرام مانجمنت. فيمكن دول السببين دول اللي خلوني يعني اثر في الاول، الحمد لله ايه بعد كده. طبعا لو ما كنتش نجحت كنت شفت لكم القصه دي اصلا. ده الكتاب برضه كتاب عميق وجميل، وبشكركم من اصل الاسلام. اتفضل. البروجرام مانجمنت المقصود بيه الام اس بي. نعم. يعني الواحد البروجرام مانجمنت في المفروض يبقى ملم بيه قبل الامتحان هو الام اس بي. يعني يكون ملم بالبروجرام مانجمنت قبل ما يروح بي 3 او ملم. افضل عشان يكون متخيل وهو بيقرا كتاب الـ TCO. يعني هو في علاقه بين الـ MSP والـ TCO. علاقه بين؟ الـ MSP والـ TCO؟ لا. والـ TCO. العلاقه بين الـ MSP والـ TCO في علاقه بينهم؟ الـ MSP والـ TCO يس. الـ MSP والـ TCO. لان هو في الـ TCO بينشئ الاوفيسز على اساس انها بروجرام.
هو اللي هو الموضوع محضرتنا اصلا مين. هو شايفه كده. لو انت مش عارف بروجرام مانجمنت هتكون شويه مش مبسوط مش فاهم تاريخ ابسط. تمام. فمن الافضل ان انت تكون ملم بالايه بالبروجرام مانجمنت. ايه حضرتك ليك سؤال؟ ايوه. طيب لو حضرتك مثلا جديد في مجال البروجكت مانجمنت حضرتك تنصح كسيرتيفيكيشن بالترتيب بقى الواحد بالتأكيد برينسو يبدأ برينسو بعدها تجيني لا لا بعدها تجيني. خليني أقول لك أنا ليه بقول كده. لا بعد ليه بقول كده لأن أنا قلت ذكرت من شوية.